بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، اسره يا نما، ما حكم الرد بتحية السلام على التحية بغيرها؟ معناها اسلام فنال تنه سلامت تهن يا غير سلامت غير ان القها بينك يا من قمر اسلام مي على مرتك وكمرتك وتابانا هنيني هن دنتك ما حسي ابينك اسلام منا اسلامها تهتني تنه تن دنتك ما حسي لك حسينك ما هاي بمعنى نمكتيني صباح الخير كوكيكي ما حسيني يا نم كوكيينكي. وعليكم السلام ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا نما محمد علي. علماء ينمي اسلام نبي محمد همتا عليه الصلاة والسلام اسي شعال ليه شعلامة ليه سست ليه كان استهتو قعتكي سلامتا السلام يلي مقعي معناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايانا مكا ايانا مفردينتا اكي سلامتا كينها بمري ينكا تحكيكي وكي ايانا متا يابلونو حديث التميتمي ابي هريرة رضي الله عنه بيان حديث لي يلي نبيك باهك عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. يلي سبحانه وتعالى نبي الله آدم أبو البشرية جنه توعدي فلما خلقه كا جنه وعدي قال يلي كاك يمي اذهب فسلم على أولئك اقرأي ومر السلام التعيده كاك يهي ملايكة لان سلام التعيده النفر من الملائكة هو سلام التعيده لكاك اللبا يمي ملايكة خسوكته وملائكة فينا لسجيني سجرك ميتي فاستمع ما يحيونك أتو سلامتك إن هبي ما أسن كل حسانا كنمي وبيه كاكي يلي سبحانه وتعالى كاكي نمي فإنها تحيتك وتحية ذريتك كو سلامتاي كو نغيناي كو ذرية كادو سلامتا تو سن كل حسون وانا مكا كو كيانا ما وبيرا كاكي فقال إيمي نبي الله آدم السلام عليكم كينك إيه فقالوا يعني ملائكة تمي السلام عليك ورحمة الله إيه سلامتا لك قلتنا يلي رحمة تدك حسيني فزادوه الدوس سينمي ورحمة الله يعني الدوس سيني أمر داقو الليني بخاري كي مسلمي. إذن فالابتداء بكل تحية عداها سلامتا إسلام النت مشروع بتهتا سلامتا كالسلامتا كتا عمسانه نيني نشر علي تنمينا سنة تنمينا إن سنة تنمي سلامنا أبنتي تن سلام التبانا ما يتوك لي صباح الخير ينكي مساء ينكي غيري مي ينكي ونونا تنمي دنتك ما حسي أبانا هني نمي ودمتنا هي هاي مثلا مقتيني صباح الخير كوكي صباحك الله بالخير الحيك صباح الخير كوكا الحيك كي مرحوحا محمد عليه السلام ديني يوادي اسلام دينتي لغول مهنا هي يعني رمض لمهنا هي الحوانا ما نهرتا اسلام التكفت با هوانا فردين تاما توقلك يوال الفردين ماي تو عادي بسنا نمكتيني كوهي بدعيه صباح الخير كوكي سلام عليكو كارحيوكي جواب وعليكم السلام عليكي قال لي ابانا ما يستحقي يا علماء قال لي ابانا ما كاه متن قبياه قال لي ابانا واجبكي كل متنا واجب هنا ولا حقه كل ملي نعم معنا تو بكتي تالله عن حقه يلي سلامتي كوها بيين هي كل كهما بيناي كتل ملي تو إشاه هي نهي لأن نسوك بمي إسلام هدي التنم هنا هي نهي توكلي عامة أهل علم علمك من قمري ينمي معنى أن الرد على من حي بغير السلام غير واجب السلام إسلامنا سلامتك لسلامتكوها بيها النملو كوكاها حسانا ما واجبي كل مليه لكن نم السلام عليكم كيكي ونمك عليكم السلام انتما واجبتك يا المسلمين لي لكن اكي سلامتا بكي سلامتا انما اكيد انتك ما حسي ابي سلامتا حبه بكي واجبك احمتك تاني مكو ايتامي سبتا تو عدي تكي كمسلم تي اسي ديني التزام هون مقرحيت هون مهبالو كي سبتا مع سلامتا كالغا حسكي فيكون ذلك حسنا وهو فردين تاما معيمي كأكبر التدني غير حكلو تديني أسلام التفتح هم فردي مختني ملكادو كفرسي سهون الديني مسبتا قال قحسماتو هن ييني. قال الله تعالى سبحانه وتعالى سقرآن اليوم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
إن الله كان على كل شيء حسيبا يلي سبحانه وتعالى تمنى إيه علماء كادو ابن العربي ليستهنوا يمين قوله تعالى يلي مرحو فحي بأحسن منها أو ردوها يانما نما مرحو لتنيه ينهني كايتم مرحو اللي ينهني ويلوك تايسيه تنين لا جحي السامة معناه إذا دعا لك بالبقاء أسوه السلام عليكم كيكي السلام عليكم يانا فإنها أحسن منها فإنها سنة سوغو وارا دعا قوها بكاتيكي السلام عليكم يانا ما تايسي تايسين كالغا حسانا معيه أهما إلي سبحانه وتعالى آدمتي بڑها جتو سيهن سلامتاي نشريعتاي كادو مسليه تنهي التنيمي تمنى لك غا حسانا ما أي شكراتا طيب إمام النووي رحمه الله يما إذا ابتدأ المار المرور عليه قده النمو مسكاتك كي فقال صبحك الله بالخير يك أو بالسعادة يك أو قواك الله أو أبقاك الله أو يضطن ثنيثا دعائي معناها سلامة حب يتمنى يك كي تمنى جواب كاه غا حسان ما محك سيتاه كاه متنك بياه اللي أمد يوسك كي يمر الله وهو واجب متك لكن لو دعا له قبال ذلك كان حسنا ووسك هي إنك أحسكي سلامتك هابكي لكن إيه أي شكرا عم تايسي مي تبا أنا مكا أحسانا تايسي تما مرحوي منقوع علماء النسب ونسب هذا القول لعامة العلماء منقوع علماء فنها لكن تما مرحوي يعني أما يبالي نمي المسوع الفقهية الكويتية دعسي تحتني ثم مجلعة تيلا يعني موسوعة يعني دعادي والسلام سلامة تهدو قحتك دعائي أبانك تيكتينا كما أن في رد هذه التحية بتحية الإسلام وعدم مسايرتهم في تحيتهم فيه نوع أمر بالمعروف مع نفة الدين كادو أكي سلامة تقوى بها النمو أتو إسلام سلامة تقحسوا هذه معنى الأمر سانا تني كادو اللي إسلام سلامة تالا أجر ستة كوه بمرهبتا وكين كوه بمرلتت غحسانا هنا الكاد مواظبة لتني التزام الديني هي سين صادق برتد تني كودينك مسوس الديني فدين تاما تو عدي يما وقد سئل العلماء واللجنة الدائمة لإسروه هي ينمي عندنا في مصر مصر لي مصرين هي يعني سروي عادة لنو ننو صباح الخير يا فلان يا نهتنا لإيانا لنوهي تا السلطة سلامة نهر تا ينيه وعدي تحية الإسلام السلام عليكم إيانا مكة إيانا الدسينك ورحمة الله وبركاته الدهانة فهو أفضل تا يسيمي وإن دعا بعد ذلك تو قل لك أما صباح الخير كاكد يدهانا مهاي تهنا أما صباح الخير سلامة تحبه إن يفت بهانا ما يا بهاي النمو فقد أساءت نمو يسميه معمهن أبا ما أي شكرا تما يا يلي سلامة تفت بهاي جيري أبيتيتا تهوك لك لا اتهبان ما إيانا ماي يب اللي من قوهم ما سلامتا مسلميني سلامتا تتلقى حسام فردين تا تايسيمي سلامتا أبانا ما هي هاي بارك الله لي ولكم ونفعني به وإياكم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار